في حياة الهوايات في حياة الأطفال. لكل منا هواية مفضلة، فمنا من يعشق الرسم والتلوين ويمضي جل وقته في رسم لوحات فنية، ومنا من يهوى السباحة أو الجري أو كرة القدم أو كرة السلة، ويقضي في ممارستها وقتا ممتعا يقوم فيه بأنشطة بدنية تعود عليه بالصحة والعافية. ومنا من يهوى الرقص والغناء والموسيقى والتصوير. أنا أهوى البستنة، أغرس الشجيرات وأسقيها، وأعتني بالورود وأنقي الحشائش من حولها، وأجمع الأوراق المتساقطة من على أرضها. ساعدتني أسرتي على ممارسة هوايتي، فأبي يرافقني لاختيار ما أريد من الشتائل ويوصيني بحسن رعايتها. أما أمي فتحمي مغروسات البستان وتحفظها من التلف وتساعدني في سقيها. هوايتي علمتني الصبر والعمل، ساعدتني على التفوق والنجاح في القيام بواجبات المدرسية، ونظمت أوقاتي، وكنت أرى في هوايتي وسيلة للتعلم وفرصة لقضاء وقت ممتع. فمهما اختلفت هوايتنا وتعددت، فالمهم أن تكون مفيدة ونافعة لنا. لا تنسوا إعادة تشغيل الشريط عدة مرات حتى تفهمونه جيدا وتتمكنون من الإجابة عن الأسئلة. ولا تنسوا الاشتراك في القناة لكي تصلكم دروس جديدة، وإلى اللقاء في درس جديد.